اليوم الأول من شهر بقونا المبارك. كلمة بقونا نسبة للإله خمتي، اسم من أسماء الإله حورس أو الشمس، ومعناه إله المعادن، لأن فيه بتنصهر أو بتستوي المعادن بسبب شدة الضغط، علشان كده بتسميه العامية بقون الحجر. أمثال بقونا تكتر فيه الحرارة الملونة، وبيتقال عسل بقونا. اليوم الأول من شهر بقونا المبارك استشهاد القديس أبي فام الجندي. زي النهاردة بتعيد الكنيسة بتذكار القديس العظيم أبي فام الجندي. اتولد القديس بلد القسيم في الجيزة، الأب اسمه أنستاسيوس وكان له مركز رفيع، وكانت أمه قديسة واسمها سوسانة. فرق أمواله على أعمال الجد، وتقدم الاستشهاد في عدد كليديانوس أمين أرمانيوس والإسكندرية، فعذبه كتير وأرسل لأريانوس وهي أنسنة ملوه وزود فيه تعذيبه، ولكن ملاك الرب كان بيظهر له ويقويه، وكان القديس أبي فام دايما عينيه على السماء. وأخيرا قطع راسه وأخذ المؤمنون جسده ودفنوه بأخرام في تل من الرمال غرب تمر سهيل، واتبنت على اسم كنيسة بطمر وكنيسة تانية بأوسين. بركة صلاته تكون معنا وربنا المجد الدائم دائما أبديا. اليوم الأول من شهر بقونا المبارك. زي النهاردة استشهد القديس كوزمان الطحاوي ورفقته. صلاته تقول معنا أمين. اليوم الأول من شهر بقونا المبارك. النهاردة تذكار تكريس كنيسة القديس لونديوس الشامي. لما استشهد القديس لونديوس بمدينة طرابلس في 22 أبيب، أنفقت امرأة مسيحية زوجة أحد كبار رواد أموال كتيرة، وأخذت جسده المقدس وكفنته في ثياب غالية، ووضعته في تابوت داخل بيتها، وصنعت له صورة وعلقت قدامها أنديل. وفي مرة دقلديانوس غضب على زوجها القائد ووضعه في السجن في أنطاكيا، فحزنت وصلت إلى الله متوسلة بالقديس لونديوس إنه يخلص زوجها من السجن. فقبل الله صلتها، وظهر القديس لونديوس للقائد في السجن وقال له: لا تحزن ولا تكتئب، فإن غدا ستخلص وتأكل مع الملك. وأيقظ الملك من نومه فترعب بالفزع، وقال له القديس: أيها الملك، إنني جئت إليك لتأمر بإطلاق سراح القائد وتدعو يذهب إلى بيته لئلا تهلك. فأجابه وهو مرتعد: كل ما تأمرني به يا سيدي أفعله. تاني يوم استحضر الملك القائد من السجن وأكرمه طيب خاطره وتناول معه الطعام على مائدته، وأعلمه بأمر الفارس اللي ظهر له، وبعدها صرفوا البلد. ولما وصل طرابلس موطنه وحكى الحكاية لزوجته وأهله، قالت له زوجته: الخير اللي حصل لك ده بركة القديس لونديوس، وكشفت له عن الجسد فتبارك منه، ولما رأى وهو عرف إن هو اللي ظهر له في السجن. وبعد هلاك دقلديانوس بنوا كنيسة على اسمه ونقلوا جسد إليها باحتفال عظيم، واتكرست في اليوم ده. صلاته تكون معنا أمين. اليوم الأول من شهر بقونا المبارك. النهاردة تذكار نياحة القديس كاربوس أحد السبعين رسول. صلاته تكون معنا، ولربنا المجد الدائم دائما أبديا أمين.